تفتكر مين اكتر دولة في العالم عندها اسلحة نووية او تملك اكتر عدد من الرؤوس النووية؟ مبدئيا عدد الرؤوس النووية الموجودة في العالم لحد النهاردة 13500 رأس نووية، مستحوذ عليها 9 دول بس في العالم. المعروف ان العالم فيه حوالي 193 دولة، 9 منهم بس معاهم رؤوس نووية ويملكون السلاح النووي، و184 دولة ما عندهمش اي اسلحة نووية، وطبعا مصر من ضمن ال184 دولة اللي ما عندهمش اي نووي. ومفيش غير دولة مسلمة واحدة هي اللي عندها سلاح نووي. تعالى في الفيديو ده نعرف مين هم 9 دول اللي عندهم اسلحة نووية، ونعرف كل دولة عندها كام رأس نووية، ونعرف مين الدولة الاسلامية الوحيدة اللي عندها سلاح نووي. وخلينا نبدأ بترتيب الدول دي من تحت لفوق. في المرتبة رقم 9 كوريا الشمالية. كوريا الشمالية اللي بتملك 40 رأس نووي، وزعيمها المفتري كيم يونج طبعا اللي مصدع العالم كله بالنووي اللي عنده، هو من اقل الدول اللي عندها رؤوس نووية. والحياة في كوريا الشمالية مع الزعيم يونج طبعا تعتبر مأساوية، وكنا عملنا فيديو قبل كده بنتكلم عن الحياة في كوريا الشمالية والزعيم يونج والقوانين اللي هو فرضها في البلد، تقدر تتفرج عليها ظهر لك هنا او هنا، واسيب لك فاصل الفيديو تحت. وفي المرتبة الثامنة اللي ما يتسموش وعندهم 90 رأس نووي، وطبعا كلنا عارفين مين اللي بيدعمهم وبيديهم الرؤوس دي. وفي المرتبة السابعة الهند واللي بتملك 150 رأس نووي. وفي المرتبة السادسة باكستان، باكستان اللي بتملك 160 رأس نووي، وباكستان هي تعتبر الدولة المسلمة الوحيدة اللي موجودة لحد النهاردة تملك سلاح نووي. وفي المرتبة الخامسة المملكة المتحدة ومعاها 215 رأس نووية. وفي فرق بين المملكة المتحدة وانجلترا وبريطانيا، لو ما تعرفش الفرق ما بينهم اتفرج على الفيديو اللي كنا عملناه قبل كده، فيديو مهم جدا هظهر لك هنا او هنا، واسيبه لك برضه في وصف الفيديو. وفي المرتبة الرابعة فرنسا ب 290 رأس نووية، تليها الصين في المرتبة الثالثة ب 320 رأس نووية. كل الارقام اللي احنا قلناها بقى من المرتبة التاسعة للمرتبة الثالثة كلها في المية والميتين والتلتمية، اخرنا عند الصين. نخش بقى على اكتر دولتين عندهم رؤوس نووية في العالم اللي عندهم بالالافات. وفي المرتبة الثانية على مستوى العالم وهي امريكا، امريكا اللي بتملك 5800 رأس نووية. وطبعا في المرتبة الاولى روسيا والمعلم بوتين معاهم 6375 رأس نووية، علشان تعتبر روسيا هي اكتر دولة في العالم تملك للرؤوس النووية. وبرغم كل الرؤوس النووية اللي تملكها الدول دي، ان مفيش غير دولة واحدة بس فيهم اللي قدرت تجرب السلاح بتاعها وتستخدمه، وهي امريكا، لما استخدمته علشان تنهي الحرب العالمية الثانية 1945 لما رمت القنبلتين على هيروشيما وناجازاكي في اليابان، واللي كانوا طبعا من تصنيع العبقري اللي دمر العالم جي روبرت اوبنهايمر اللي كنا عملنا فيديو عنه قبل كده، تقدر تتفرج عليه من هنا او من هنا واصبه لك برضه. كل اللينكات الفيديوهات دي هتسيبها لك في وصف تحت الفيديو، فيديوهات مهمة لازم تتفرج عليها. وفكرة استخدام السلاح النووي في اي حرب تالتة، ان كانت حرب عالمية تالتة هتقوم او اي حاجة هتحصل، فهي بمجرد ابادة للعالم كله. نتمنى ان كل ده ما يحصلش. دعوتنا لكل اهلنا في غزة وفلسطين، لان كده التبرع هتلاقيها في الوصف تحت الفيديو. ربنا يشفي مرضاهم ويرحم موتاهم، واشوفكم ان شاء الله في رحلة جديدة. سلام. موطني